مساء الخير ومساء يتجدد فيه اللقاء معاكم عبر برنامج اسأل القانون، واللي نهدف من خلاله لنشر الوعي القانوني في الشارع الكويتي. واليوم حلقتنا مختلفة باستضافة أحد الزملاء المحامين للتحدث عن أحد أهم المواضيع القانونية وموضوع التنفيذ الجبري. ولكن بالبداية خلونا نرحب بالزميل المحامي أستاذ عبد العزيز المطيري. حياك الله. الله يحييك. الله يسلمك. شكرا على هذه الاستضافة. يا حياك الله أستاذ. موضوع جدا كبير، موضوع التنفيذ الجبري. نعم. درسناه على مقاعد الدراسة على مدار سنة كاملة. نعم. التنفيذ الجبري في القانون الكويتي سنة كاملة من الدراسة، فنحاول اليوم إن شاء الله كثر ما نقدر ننشر هذه المعلومات المهمة في هذا الموضوع للناس. طبعا، ومعلق بالاعتبار لما جينا نطبقه في العمل الميداني تبين يعني 90% غير عن ما درسناه، يعني أو بعض الاختلافات في توجهات إدارة التنفيذ. يعني التنفيذ الجبري هو أساس ترجمة الحكم، ترجمة عملية في أرض الواقع. يعني أوكي، ممكن تأخذ حكم محكمة من بعد 3 سنوات 4 سنوات في أروقة المحاكم، ولما تيجي تنفذ الحكم تأخذ 4 سنوات 5 سنوات ثانية لاستعجالك، عدم التزام بإجراءات القانون اللي رسم القواعد العامة، ما عندك الفكرة الوسيعة جدا بحيث أن أموال المدين وين، أو عدم فهمك لمنطوق الحكم بذاته، سواء أنت أو الزميل المحامي إذا ما كان واصل المعلومة بشكل الطريقة الصحيح. وأيضا أستاذ، يعني إحنا دائما اللي نشوفه يقول لك أحد الأشخاص أنا خذيت حكم، المحامي رفع لي قضية وخذيت حكم والحكم يعني فرحان فيه جدا. نعم. لكن المحامي يقول لي أنا ما رح أنفذ لك إلا لما تتعاقد معي تعاقد جديد، وهذا الشيء اللي الناس ما تعرفه. نعم. من كثر ما موضوع التنفيذ موضوع مهم، متعب. هناك بعض مكاتب المحاماة تتعاقد مع الموكل نفسه على القضية فقط وتداولها أمام القضاء، وفي مكاتب أخرى تقول لك لا، التنفيذ هذا من كثر ما أنه أمر مهم ويطول في الإجراءات أيضا، وجدا يعني بعض الأحيان يكون في تفاصيل معينة لا أنا أتعاقد معك عقد ثاني. هو الأصل المفروض، هذا باعتقادي يعني مش بالضرورة أن يكون صحيح، الأصل المفروض أنه يكون الزميل المحامي إذا تعاقد مع الموكل بهذه القضية من A to Z، المقصود فيها من الألف للياء، المقصود فيها لتمام التنفيذ. ما يصير تأخذ الحكم ثم تقول حق الموكل أو صاحب العلاقة تقول أنا انتهى دوري هنا، أو إذا تبي لا لازم تعاقد جديد. طيب، ما هي من الأول لازم تكون الأمور واضحة. أنا أفهم أن التنفيذ متعب، أفهم أن التنفيذ يحتاج طاقم إداري داتا يقوم بإجراءات التنفيذ، لكن لازم إجراءات التنفيذ وأنت تقوم فيها سواء أنت صاحب العلاقة أو أنت المحامي تقوم أنت على علم بكل إجراء من أوله إلى آخره. أما مسألة الكويتي على قولتهم الخبط واللزق وان بس استعجل بالاجراءات وكذا، صدقيني راح يعني راح يقعد، ما ابالغ لك كثر اللي قعدها في المحكمه الموضوع، كثر عدد سنوات على ما يحصل فلوسه. خاصه ان موضوع الاحكام ومدى ربحك للحكم راح يظل حبر على ورق لغايه ما تنفذ. لحين التنفيذ هي الخلاف كله تبني على الصحيفه، صحيفه الدعوه اللي انت رافعها. انت الاصل انت مو فاهم طلبك. انا اغلب اللي قاعد اشوفهم في القضايا رافع القضيه عشان رافع القضيه، يعني هو مو عارف الطلب الاصلي الاصيل اللي هو يبيه عشان لما يوصل لمرحله التنفيذ يكون واضح بالنسبه لاداره التنفيذ، واضح بالنسبه للموكل نفسه او صاحب العلاقه. هذا شلون؟ هذا بناء على طلبك. هل انت تبي حكم احقيه، تبي حكم منشئ المنشاة مقصود فيها اللي مثل احكام الطلاق او احكام الفسخ او كذا، هذه حاله كشفها القاضي، أو حكم ملزم بأداء مبلغ، أو حكم أداء بعمل اللي هو لازم يبني الطوفة، أو مثلا فنان اتفقتي وياه لازم يغني هذه الحفلة وما غناها. أنت شنو تبي الحكم؟ أنت يا صاحب العلاقة أنت شنو تبي؟ أما إذا أنت مو عارف طلبك الأصلي شو تبي المحامي يفيدك فيه؟ أنت دورك أنت تعرف شنو تبي من الأول. أنت أكبر خادم القضية، لا المحامي ولا القاضي ولا اي شخص قانوني في الكويت. وهذا استاذ يجرنا لموضوع اللي هو احيانا يستانس الواحد في حكمه ويعتقد انه هو خذ طلباته الحقيقيه اللي هو كان يبحث عنها، لكن يفاجئ وقت التنفيذ لا يا جماعه مو هذا اللي انا بيه. وهذا نشوفه ترى في القضايا الاداريه تحديدا، يعني على سبيل المثال يعني يقول لي انا لغيت القرار الاداري اللي تخطاني. زين، بس يعني محاميك ما طلب او ما طالب باحقيتك. مو هو شنو سوى هني؟ ترك كرة الملعب. شوفي، بعد ما جاب الحكم بإلغاء القرار الإداري مع الإضافة
وما يترتب عليه من آثار. طيب الآثار من يحددها؟ أنا أحددها كمحامي ولا أنت كموكل؟ أنت المفروض من أول ما تطلب أنت تبي تلغي القرار الإداري، طيب اشمل من ضمنه بدلاتك اللي أنت متظلم عليها، البدلات، الحق الامتياز، مستحقاتك، تقديرك بالامتياز، ضيفة من ضمن الطلبات، لا تجعلها مبهمة أو تجعلها سلطة تقديرية عند القاضي، قاضي الموضوع، أو سلطة تقديرية عند قاضي التنفيذ، لأن أنت مو عارف شنو حكمك. مثال، أنت مثلا الحين لو موظف في شركة النفط مثالين، وإن طلبت بقرار إلغاء قرار إداري وكذا، أنا حسب ما فهمت إن حتى موظفين النفط عندهم الكرنيه اللي يدخل حق المصافط أو شيء كذي، ترتيبات معينة إدارية. طيب هو لغى القرار الإداري، لكن الجهة الإدارية ما سلمت الكرنيه، ليش؟ لأنه مو مكتوب من ضمنها تسليم الكرنيه. وهذا كثير يغصبون عنه. وعلاوة عليه شو يقول عاد مثلا المحامي أو صاحب العلاقة؟ يقول لا هذه ما يترتب عليها من الآثار، المفروض أن تكون مشمولة. لا، كلمة المفروض بالقانون هذه ما نتوسع فيها، هذه توسع فيها على حسب الحاجة، إذا حاجة مثلا تطليق بالطلاق هذه نتوسع فيها. كلمة المفروض هذه تكون في نطاق ضيق جدا، ما تكون في القرارات الإدارية ولا تكون مثلا حتى بالأحكام الملزمة، حتى في أحكام الحقي المنشأة. كلمة المفروض هذه ما تكون موجودة عندك أنت. وانت تعد الصحيفه تعدها من الالف الى الياء مرتبه بطلبات واضحه مباشره الى القاضي، حتى تلمس قلب القاضي فيها، ولا ان تخلي عند القاضي السلطه التقديريه. انت تعلمي استاذ ان بعض الفهم في السلطه التقديريه للقضيه نفسها تتوسع الى درجه ان القضيه ما يكون في لها توصل الى قلب الموكل نفسه او صاحب العلاقه. فلذلك العتب، انا من وجهه نظري، سواء على الزميل المحامي او على الموكل، أنه مفروض تكون طلباته واضحة وضوح الشمس. عشان وكثير لازم ننوه أيضا أن جزء من مسؤولية تحديد الطلبات يكون الموكل اقعد معاه. أيوة. لازم تعرف شنو تفاصيل الموضوع، لأن أنا كمحامي قد أجهل مثلا أن في هذا المنصب أو في هذه الوظيفة، هذا إحنا الحين قاعد نتكلم يعني على نطاق مثلا المحكمة الإدارية، ما أدري مثلا أن وظيفتك لا والله لها بدلات معينة، لها كذا، لها مميزات معينة لها، فعشان لا يبحر. أنت عندك مثال، أفضل مثال اللي أشوفه مثلا الإلغاء المجرد للمزارع، التوزيع المزارع اللي حصل. صحيح. أنت تعلمين أستاذة أن في إلغاء إداري بسيط وفي إلغاء إداري مجرد. الإلغاء الإداري مجرد يمتد أثره من الألف إلى الياء، لكن مع الأخذ بالاعتبار في المراكز القانونية السليمة. هذا شلون بتنفذه أنت بالتنفيذ؟ شلون تبي تبينه؟ إذا أنت طلباتك من الأول هي أذكر 400 مزرعة أو شيء كذي، أنت شلون تبي تبين حق قضاة التنفيذ أو حق موظفين التنفيذ أن طلبك الأساسي أنك تشمل في التوزيع؟ فالخطأ من وين هني كان؟ كان من الخطأ من الحكم نفسه، كان المفروض الطلبات تأخذ بعين الاعتبار بإلغاء القرار الإداري وإعادة التوزيع مع شمولي بالتنفيذ. وهذا اللي نسمعه ترى من الناس، القاضي ما أعطاني، لا ما أعطاك أنت، ما كنت واضح، أنت ما كنت واضح هي محاميك، محاميك على حسب فهمه طبعا بحكم التعامل، حسب فهمه منك كيف هذه الدعوة. طبعا القانون تتعامل استاذة هي بس مجرد تكييف واجتهاد، أنا أسمع منك أكيفها بالقدر المستطاع اللي هو أقرب لصحيح القانون، ومن ثم أجتهد في دفوعي. بس هذه شلون تصير من أول جلسة ثاني جلسة مع الموكل لما عرفه وش يبي؟ عندك مثال البدل السكن، مرات يقول في بعض الناس يقول حقيتي في بدل السكن وكذا. طيب انت كلمه الحقيه، يعني القاضي لما نظر النزاع قال انت لك حق بس ما الزم احد. صحيح. حكم الحقيه حكم منشئ، يعني ما هو ملزم. اوكي انت كسبت حكم الله يبارك لك، بس روح نفذه. الجهه الاداريه ما تنفذه. ومع العلم شو يسوي بعض الموكلين؟ يجي يقول لك والله اروح اقدم شكوى النيابه، حبس الوكيل 6 شهور والكلام. طيب هو صحيح كلامك بس ما تطبق في حالتك، لان حالتك انت احقيه، ان انت تركت الكوره عند الجهه الاداريه، هل تعطيك ولا ما تعطيك هذا شان الجهه الاداريه. لكن لو رفعت بحقيتك كذا وبالزامهم باسترداد بدل السكن مالك مع استمرار صرفه، يعني انت جبت حقيه جبت الزام، اما مساله توقف بالحقيه شنو تستفيد من الحكومه وانت قاعد لك سنتين في محكمة الموضوع؟ اللي بيوصله في النهاية كل ما كان طلبك واضح وعارف الالزام فيه، طبعا الأحكام الملزمة، أما أداء مبلغ، أما أداء عمل أو الامتناع عن عمل، أنا ما بيشتبني الطوفة عندي، فأحدد ما بيشتبني الطوفة اللي بالمنطقة الفلانية بالشارع الفلاني. صحيح. الجار بيني وبين، لازم يكون الطلب واضح. التدقيق، الدقة هذه ممكن تزعل الناس أو تزعل بعض الزملاء أو تزعل بعض الدقة هذه تنفع أثناء نظر الدعوة الموضوع نقطة على السطر، أما إذا أنت ما كنت دقيق ليش رافع هذا؟ وأيضا وقت التنفيذ،
وقت التنفيذ، لأن التنفيذ لازم تكون الطلبات واضحة، لازم يكون كل شيء فيها واضح وصريح عشان أنت تسهل على الموظف وتسهل على نفسك وتسهل على الموكل، وما يصير في ضياع للحقوق والمراكز القانونية وللدنيا هذه كلها أثناء تنفيذ الحقوق. حتى مرات أنه حتى أنت وتتقدم طلبك في بطلباتك الإلزام أو الحقية أو عفوا الأحكام المنشأة أو الأحكام التقريرية، أنت لازم تكون عندك فكرة ما بعد حكم الحقية، ما يترتب عليه من آثار أو أحكام المنشأة لما تفسخ العقد. أنت شنو تبي من فسخ العقد؟ أنت الأصل فيه فسخ العقد لما تبي تسترد الأموال مع الزامة. هو شنو يقول عادة في الأحكام؟ إعادة الحال كما كانت عليه، نقطة. ما يقول ويسترد ما دفع وكذا. صحيح. ليش هذا العتب عليك أنت؟ أنك أنت ما كتبت الطلب بالطريقة هذه. أنت لما تكتب الطلب تقول بإعادة الحال كما كان عليه، نقطة، بيجيك نفس الطلب اللي أنت قلته، بيجي نفس الحكم. في الحكم صحيح. فأنت لما تيجي عند التنفيذ وحق الزملاء بالتنفيذ تقول لا والله أنا بينفذ ما أسترد المبالغ مالتي. لا، مبالغك ما تسترد. المنطق يقول لا ما تسترد. انفسخ العقد. انفسخ العقد وأنت مو عاجبك الموضوع، روح ارفع قضية ثانية. فأنت داخل دوامة المحاكم ما دام أنت مو فاهم الطلب، أنت لازم تعرف تنفيذك بالأول عشان تكتب صحيفتك بالطريقة السليمة. موضوع التنفيذ بحر. نعم. وما يخلص بحلقة واحدة. نعم. لكن حلقتنا لليوم انتهت، وإن شاء الله مكملين في موضوع التنفيذ في الحلقات القادمة. كل الشكر لك أستاذ عبد العزيز المطيري، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمة من برنامج اسأل القانون. مع السلامة.